شارك في هذا الحدث ما يقارب 250 نشاط. كان هناك ما يقارب 250 نشاط في مختلف محافظات المملكة، أغلبها خارج العاصمة عمان. شاركت فيها الجامعات الأردنية وأيضا المؤسسات الحكومية والخاصة. هذه الأنشطة هدفت إلى تعزيز روح ريادة الأعمال لدى أفراد المجتمع الأردني وخاصة فئات الشباب، وكذلك تسليط الضوء على قصص ريادية ناجحة وشركات ناجحة ناشئة تساعد على توفير فرص عمل لدى الشباب الأردني. كان هناك أربع محاور السنة هذه: محور التعليم، محور السياسات والقوانين، محور التشبيك بين الجهات الريادية في الأردن وأيضا الشمولية. كان هناك ورش تدريب الشباب الأردني لإنشاء شركات يعني مختلف أنواع الريادة. الهدف من الأسبوع هذا كان أن ننشر الوعي أكثر ما نقدر على المناطق كثيرة داخل محافظات المملكة، ونحاول نوعي أكثر بالريادة وأهميتها، ونحط الضوء على مجموعة من الرياديين قصص نجاح الأردنية. اليوم كختام عم نطلع على أرقام أسبوع مرة، الحمد لله عم نحكي عن بحدود 10,000 شخص حضروا النشاطات هاي والفعاليات اللي عملناها. عم نحكي عن عدد كبير من القرى والتجمعات القروية اللي انعملت فيها نشاطات. عم نحكي عن مجموعة كبيرة من الشباب اللي بلشوا من هلا يتواصلوا مع المركز ومع المؤسسات عشان بدهم يحولوا أفكار اللي عندهم لمشاريع ممكن تساعدهم وتساعد المجتمعات المحلية. ما في كريتيريا معينة، كل نشاط له كريتيريا مختلفة، بس الناس المستهدفين هم مش طلاب، هم ممكن يكونوا طلاب مدارس، طلاب جامعات، ممكن يكونوا أشخاص موظفين، أو ممكن يكونوا ناس متقاعدين وفكروا بفكرة جديدة. فنحن ما بنستهدف فقط طلاب الجامعات، بالعكس بنستهدف الجميع. والهدف إنه يكون مش شرط عندك فكرة، ممكن عندك فكرة، ممكن عندك بروتوتايب، ممكن عندك بزنس قائم بس محتاج مساعدة، محتاج استشارات قانونية، محتاج استشارات مع كيف توصل لأسواق جديدة. هذا اللي بنساعدهم فيه. قناة رؤيا.